إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوى للجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقداهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي،
فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم وسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.